هو يسأل عن حدود الحرم المكي وحدود الحرم المدني، هل جاء فيها توقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم نعم، حدود الحرم المكي وحدود الحرم المدني فيها توقيف، أما حدود الحرم المدني فهي كما قال أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ما بين الحرتين، يعني 21 كيلو تقريبا من جميع الجهات بالنسبة للحرم المدني. الحرم المدني 21 كيلو من جميع الجهات، يعني لما تأتي المركز وهو المسجد النبوي 21 كيلو شمال جنوب شرق غرب، هذا كله الحرم المدني تقريبا 21 أو 22 كيلو، هذا كله الحرم المدني. لكن الصلاة بألف فقط في المسجد النبوي الصلاة، لكن هذا من الحرم الذي لا يجوز التقاط اللقطة ولا يجوز قطع الشجر ولا يجوز الصيد في حدود الحرم، هذا بالنسبة للحرم المدني. أما الحرم المكي فأطرافه غير متساوية، وهي متفق عليها عند أهل العلم من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، من زمن إبراهيم قالوا حدود هذا الحرم، الحرم المكي. مسجد عائشة اللي هو التنعيم هذا أقرب الحل، أقرب الحل وهو ما بين 6 إلى 7 كيلو تقريبا، هذا كله من الحرم. لكن في عندك أضاه، في عندك عرفات، في عندك الحديبية، هذه كلها أيضا من حدود الحرم المكي، ليس فقط 6 كيلو، 6 كيلو فقط من جهة التنعيم من جهة الشمال، لكن من جهة عرفة 16 كيلو تقريبا، من جهة أضاه 12 كيلو، من جهة الحديبية حول 30 كيلو، هذا كله يعتبر من داخل الحرم المكي. والحرم المكي هو الذي جاء فيه أنه 100,000 صلاة في أي مكان في الحرم المكي، أما الحرم المدني 1,000 صلاة فقط في المسجد نفسه، أما المكي في حدود الحرم كلها، لأن الله تبارك وتعالى قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قالوا والمشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو المختلف فيه أن النبي أسري به هل من بيته أم هانئ أو من بيته أو من الحجر، جاءت 3 روايات أنه أسري به من الحجر، ورواية ثانية أسري به من بيته، ورواية ثانية أسري به من بيت أم هانئ. فوالله تبارك قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، فإذا كان خرج من بيته فسماه المسجد الحرام، وإن كان خرج من بيت أم هانئ فسماه المسجد الحرام، وإن كان خرج من الحجر فسماه المسجد الحرام. وكلها يعني سواء الحجر يمكن نعم يصدق عليها أن المسجد، لكن بيته وبيت أم هانئ لا يصدق عليهما، وسماهما النبي الله تبارك وتعالى المسجد الحرام، فدل على أن هذا كله حرم، والعلم عند الله جل وعلا. طيب.